بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، كل هلا بكم في برنامجكم جنة الله. هاي طبعا كهرباء ماكو، العلم هاي جاي يشغل كهرباء على السيارة. رسالة يعني أريد اليوم، هذا برنامجنا جنة الله 148، واليوم 21/10/2022، أريد من خلالكم أقدم رسالة. وصلوا لي رسالة للناس اللي يريدوني، رغم كل هذا اللي صار يريدوني أشتغل بيهم. اقتنعوا، لازم تقتنعوا أنه أحنا نشتغل ويا أي واحد يشتغل للعراق بس بطريقة الرحمن. هيك يعني، لأنه اليوم مثلاً كل هذا اللي صار، بعد انتم ما رايش تريدون، ودوا جماعتكم خلي يقتلوني، ما عندي مانع ابدا، ما عندي مانع، انا منتظر. تريدون اودي لكم عنواني، وانت تعرفون عنواني كل الزين، وهسه مستهدفين، ما مشكله كل الزين، لان ما دام الله راضي عني انا ما نحتاج. اي واحد بشكل جدي يريد يشتغل ويا العراق انا وياه، اما غير هذا فشيلوها من الان. انتم وجهتوا علي كثير من يعني زبانيتكم او اتباعكم او ديولكم، لكن مع هذا احنا طبعا ما نقدر نخالف الله سبحانه وتعالى، ونروح مع من يعمل مع الشيء. المهم اليوم حلقتنا هذه الصحوة القادمة اللي تتحدث بها عن البعض، يقول انه هذول ما لهم مصدر للمشار، البعض اللي تغيبت عقولهم بسبب الشيطان. لانه مثلا هسه انت لما الله سبحانه وتعالى خلق آدم، طبعا نعرف القصة انه الشيطان رفض انه يسجد لآدم، طرده قال له اطلع منها، مو وهو شو وعده؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كلهم لازم يصيرون وياي، ما يصير وياي. ما قال أدمره، ما قال أروح أحاربه، أنتوا هم يا ذيول الشيطان هم، اتقوا الله وباعوا، شوفوا شيطانكم شو يقول، شو يقول له؟ يقول له إلا عبادك منهم المخلصين الخالصين إلى الله سبحانه وتعالى. ما يراد له يعني روحوا للقاضي حتى أنت مثلا تشد عزيمتك، وعلى واحد ماكو يعني ما له تأثير، شنو الواحد ومنو قاعد يتبع؟ ناس قاعد تتبعني، ولكن احنا يفترض بيكم انتم تقبلون الطرف الاخر، وما يخرب خططكم ماشية الحمد لله خير من الله. يعني هسه العباد هذه ما بقى شيء، كلها ما شاء الله مستوية. لكن اللي نقوله مثلا ان طبعا عرقان لانه حارة هي الدنيا، اذا تجي الكهرباء طبعا على مشاعل عادي. فاللي ما بيهم الآن ناس، اللي طبعا أكو شيطان في الشغلة، يعني هي اشتغل الشيطان، وهو قال لأغوينهم بكافة الطرق. يعني تتذكرون قبل الكبار يتذكرون انه كانت الإذاعات والتلفزيونات مال الدول والحكومات تمنع انه توصل او توصل معلومة عن طريق الراديو، كانت انه بس الراديو مو، وبعدين التلفزيون كانوا يمنعون بس تلفزيون مثلا بغداد، ماكو غيره، تلفزيون البصرة، تلفزيون بغداد، تلفزيون الثانية ما مشكلة، يعني حتى البلدان الاخرى ماكو شيء
يجيك من الخارج، ماكو شيء فضائي ما كانت مبتكرة، لكن الدنيا تمشي بسرعة لأنه خلاص هو هذا وقت اللي يسمونه خلاص، وهذا الوقت المنازلة بين الشيطان والرحمن، بين الشيطان والله سبحانه وتعالى اللي خلق خلقه وصورهم بهكذا أحسن صورة، لكن هم يفترض بهم يشكرونه ويعبدونه ويحمدونه. هذا المفترض احنا سوينا طبعا، ما نتحدث عن نفسنا، لأنه أي متعلم المفروض المتعلم يفهم رسائل الشيطان ورسائل الرحمن، لكن البعض المتعلمين اتجه إلى اتجاه آخر، وهو شاف طبعا قاعد يشوف أنه هذا وضع مزري، كلش مزري مزري بالنسبة، فذهبوا إلى اتجاه الإلحاد. وطبعا هذول الناس ما نتكلم بوضعهم لأنه هم فاهمين كل شيء، فما يفيد وياهم النصح ولا يفيد وياهم التوجيه ولا يفيد وياهم أنه يعون، هم واعين بس واعين على الطريقة الأخرى اللي تتماشى مع الشيطان. إلا أنه هنالك أيضا ناس يقول لك ما سر المشارة، لأنه أولا الشيطان خرب أدمغتهم خلاهم متخلفين، سوى برامج تجهيل إلى أن وصل بهم إلى الدرجة اللي يصدقون بها بالخرافات، يصدقون بها الخزعبلات والأشياء اللي قاعد يقومون بها، لكن ما يصدقون بأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى ما أمر به. الله سبحانه وتعالى يريد الناس تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، ما يريدكم أصلاً، هو غني. وشنو الاتجاه؟ شنو نقصد به اتجاه لله؟ الله سبحانه وتعالى نزل دساتير، يعني هذه الكتب السماوية اللي نزلت على إبراهيم، موسى، يوسف، عيسى، يعني كل هاي داود، سليمان، كل هاي التعليمات سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة، كانت توصل بوحي أو غير، يعني نزلتها الوحي طبعا ينزل هذه الشغلات اللي تكتب، القرآن، التوراة والإنجيل، هي طبعا كلها كتب هي ذات مغزى واحد وذات رسالة واحدة، لأنه الله سبحانه وتعالى هو واحد. فلهذا هذه الرسالات كلها هي شنو تريد من شنو تريد من بني آدم؟ هي تقول يا بني آدم انتوا راح تكونون بهذا العالم عالم بعيدين عن خلاص ماكو تدخل، بعيدين عن تدخل الله، انه يمنعكم من مثلا يمنعكم من تدخلون في معارك مع بعضكم، يمنعكم لا راح يخليكم حريتكم، لكن انا انزل لك دستور انت تمشي. هذا الدستور ما مشوا عليه، ما حد مشى عليه، هذا الدستور يقول لك لا. فالشيطان السوى خلى الناس تترك العبادات، تترك الاتجاه إلى القرآن مثلا كتاب الله حتى تقرأ به، شنو به؟ هذا التوجيه، توجيه ما يريدك. فلذلك أنت شو تصدق؟ تصدق مين منهم؟ وتسووا أولا دخلوا لك الكثير، وخاصة الحروب هي اللي تجيب هذا الجهل، لأنه خلاص تترك تقتل الآباء وتخلي الأبناء بدون موجه، ومن ثم بتحو عليك باب آخر هو السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي اللي دمر. أكو ناس استفادت منه، أكو ناس لا راحت من الجهة الأخرى ودمرت. زين، لذلك كانت هذه إحدى الوسائل اللي طبعا حتى يبعد بها الناس عن القرآن الكريم، حتى لا 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 تكون يعني تستلم توجيه حقيقي و يعني باقي للأبد. لا، ويقول إنا أنزلناه وإنا له لحافظون، يعني ما يقدرون يغيرون به، حاولوا ما يقدرون، لأنه هو الله سبحانه وتعالى حافظه، وهؤلاء يعرفون.
بالنسبة للناس اللي احنا طبعا كنا مخلين دراسة حتى تعيد الناس الى وعيهم، وهذا طبعا يجي عن طريق التربية، سواء كانت التربية والتعليم اللي في الحكومات او سواء كان في البيت، لان هذا التوجيه الراد له. يعني ناس مختصين يجتمعون بالأسر ويوجهون حتى الأمهات والآباء اللي أيضا بعيدين عن التعليم. وهذا كانت أنا كان هذا رأيي، كان هذا رأيي على أساس أنه يعني نرفع من شأن بالحالة العلمية، نرفع من شأن المجتمع حتى لا بعد ما يتعرض إلى مثل هذا. إلا أن هنالك طبعا اللي نفسه اللي قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني ما يريدك. لذلك اليوم إذا هاجمني أنا أو هاجم واحد ثاني أيضا، هذا مو معنى أنه خلاص هي شغلة واقفة يم كامل معاً، هي هاي شغلة رب العالمين. يعني سواء قتلته كامل ما راح يطلع مليون كامل، لا تخافوا، فالصحوة قادمة. يعني حتى هؤلاء صور ان هذولي من يصحون صحوة مدمرة، لانه يعرفون، لان هذا كل ما يكبر كل ما يستمع يتلقى بعض المعارف، يتلقى بعض التوعية حقيقية صحيحة، مو توعية مال الجماعة، لأنهم سووا حرب وعمائم، دخلونا بحروب قاعد يشوفون لحد الآن مستمر، ومن ثم دفعوا بالعمائم. هذه العمائم لا تتصورون هؤلاء جماعة الله، لا، هذولي ناس مع الشيطان. أنت ما دام تركض ورا الفلوس أنت مع الشيطان، ما بيها مجال. يعني انت شريف ابعد ايدك، نظف ايدك من المال السحت الحرام. انت شريف ابعد اطفالك عن الحرام. انا ما جاي نحكي هذا يوميا حتى لا ندق علي حتى تعرف انه هذا كل اللي قاعد يجي، الناس اللي رضوا ياخذون رواتب رفحة، الناس اللي رضوا ياخذون رواتب وهم مجرمين وسفلة وساقطين، أخذوا رواتب على أساس أنه كانوا مناضلين وما أعرف إيش. وين النضال مالكم؟ هذا النضال مالكم أنتم قاعد تشوفونه بالشارع. نحن لا نتقصد أي، إذا كانت شغلتك أنت مع الشيطان هذا أمر آخر، أنا ما أدرني، لا أوجه حديثي هذا إليك، أنا أوجهه للناس تقف مع الشيطان في تحديها لرب العالمين. إذا تعتقد أنت مؤمن بالله وتخاف من الله، ابعد نفسك عن الشيطان، ابعد نفسك عن تحدي رب العالمين، لأن رب العالمين إلى يوم راح تشوفون بذاك اليوم كيف ينتقم رب العباد من عباده الفاسدين، كيف؟ لأنه إذا تتصور أن الله سبحانه وتعالى يخليك تتخيل مدى قوته، وهو خلى قوته بأضعف خلقه، بعث بعوضة للنمرود ودمره. الآن الحلول اللي راح تصير مو معناها أنه يجيب لك جيش ويجيب لك، لا، اصبر، لان انتم ما وراكم ابدا، ما وراكم اي تغيير. اللي يقول لكم انما يمهد لمشروع الشيطان. فلا تتصورون الناس بهذا الشكل القوي قاعد يحاربوني لانه انا والله ما اعرف ايش فاتح قناه، لا، اجي اشوف يكسرون أجنحتنا. بس احنا معتمدين، لأنه من يتخذ سبيل الرحمن
لا يخسر سواء في الدنيا أو في الآخرة. صدقوني من كان منكم يشك في مقدرة الله سبحانه وتعالى فهذا يعني أنه لم يتأثر بالخطاب الرباني اللي جاك عن طريق الكتاب، مو عن طريق فلان وفلان، لأنهم تلاعبوا حتى بالأحاديث يا أخوتي، وصلتنا كلها لصالح الشيطان حتى تبقى. يعني أكو أحاديث مثلا تخليك تتقاعس، انتظر، يقول لك انتظر، أكو جاي واحد يخلصكم ويقتل المعممين. زين المعممين ليش موجودين؟ خب أطلع أنا أساعد الله أقتلهم. قل ليش انتظر واحد؟ خب أنا بإمكاني إذا هو يجي يقتل المعممين، لأنه المعممين يعني هذا معناها هم أيضا يعترفون أن المعممين ترى إحنا وديناهم، ترى إحنا جبناهم. أنت لا تتصور أكو راح تصير هاي النومة الغفوة طويلة وبعيدة وما راح تكون بعدها صحوة. صحوة قادمة راح تزيل من صدر مو بس العراق، العالم كله، هذا الغبش وهذا الإجرام اللامتناهي اللي وعد الله سبحانه وتعالى به. وانت قاعد تقرون الآية، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك عبادك المخلص، عبادك منهم المخلصين، المخلصين، لأنه يوسف كان من المخلصين. وانتو أيضا راجعوا سورة يوسف. شكرا جزيلا أعزائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.